والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. ووقفة أخيرة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم إيهاب ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس خريفي مائل البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، الإسكندرية 22-14، مطروح 22-12، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 24-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15، العريش 23-14، طابة 22-14، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 27-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 12، أسوان 27-13، الوادي الجديد 26-8، شلاتين 27-20، وأخيرا حلايب العظمى 26 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.